كاقتصادية تبحث عن الأرباح، وحيثما وجدت الأسواق أكيد أنها لا تمانع في ضخ كمية إضافية، وكان تكلم عليها رئيس المدير العام لشركة سوناتراك شرط أنها وضخ كمية إضافية لا يعني أنه موقف ضد روسيا، نعرف أن الجزائر حليف استراتيجي أكيد لروسيا. سوناتراك كما قلنا هي مؤسسة اقتصادية والشركة الاقتصادية تبحث عن تحقيق الأرباح، وكلما وحتى روسيا قالت بأنها لا يزعجها زيادة الجزائر إمداداتها نحو القارة. نعم نعم، وبالتالي وكان قرن الشرط هذا أنه حتى يضيف كمية إضافية في السوق الأوروبية أو السوق العالمية مقرونة بزيادة كمية الإنتاج، وكمية الإنتاج كذلك مقرونة بزيادة الاستثمارات. وبالتالي اليوم صحيح أنك كما أشرنا أن سوناتراك خصصت برنامج طموح من أجل القيام باستثمارات، لأن الاستثمارات كانت وقفت منذ 2014 للانخفاض أو انهيار أسعار النفط. كل شركات الاقتصادية اللي تشتغل في قطاع المحروقات والنفط توقفت عن الاستثمارات، وبالتالي اليوم ما يشهده العالم من الضغط على الطاقة قد يتحمل جزء منه هو السوق الأوروبية والاتحاد الأوروبي، لأن الاتحاد الأوروبي مثل ما أشار سي حكيم أنه خذا خيارات أنه انتقال طاقوي نحو الطاقات البديلة، وربما قد تسرع لأن الطاقات اليوم البديلة لم تنضج بعد، لما نتكلم عن الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح أو اليوم حتى عاد للطاقة النووية اللي كان وضع عليها خط أحمر، اليوم عاود شغل بعض المفاعلات، وحتى اليوم نشاهد في فرنسا في جنوب فرنسا تجسيد مشروع ضخم في الطاقة النووية، وحتى الفحم اللي كان محظور يعني نهائيا وهو من أكثر الوقود تلويثا للبيئة، اليوم عودة بعض المصانع عودوا رجعوا للفحم الحجري. وبالتالي اليوم أوروبا تتحمل جزء من كبير جدا لأنها كانت ترافع لطاقات النظيفة، لما نشوف 2015-2016 أو في مؤتمر غلاسكو قال 2030 لن نستعمل الطاقات أو الوقود الأحفوري.